ناصر لي كلوبيست كالعادة ما تفلتش فرصة وطلع على أولادها أولاد الكلوب. حكي لي مني باش نبدأ بلي لاباس توا صافا خير شوية الحمد لله قدت العملية وصافا توا الحمد لله بشوية بشوية يعني بديت نتحرك وإن شاء الله كل شيء على خير. تقل الولاد صحابك هم الكل هنا يا منورين الوالدة أختك تبارك الله ربي خير جاوك برشا عباد سمعت برشا جاوني المسؤولين جاوا جوارات صحابي شكون جاك احكي لنا شكون ما جاش ليه علاش نفضحوا العباد اش عندك ما تقول اخر والله نحب نشكر لي العباد اللي تفاعلت معايا الكل صعب يا جماعة اي صعب ونشكر سي سامي بنسيسي اللي ما قصرش معايا نقول لك انا حاجة ان شاء الله انت لاباس ليه بقلت ربي لاباس 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 اعطيونا كلمة في النهار ليه لاباس توريني ان شاء الله لاباس هاري ثلاثة ويرجع كل عام تو النهار قول لي صحابك بجنبك هكا شوية شوية هزين مورال وشوية ما تخدوا فما التكويرة في الحب اي نمشي نكور بسيخ ونص هذا صاحبك سبيسيال شوية هذا اي صاحبي امين مش عندك ما تقول امين كارم عطار ان شاء الله ناس لاباس ويقوم لنا ويرجع خير من قبل و بيك كان كور كنت مكشخة تشجعوه ولا اي شجعوا انا يعرفني صاحبي صاحبة من قبل وقت ما كور الحمد لله على سلامة ناصر عايشك بارك الله فيك تو نصور يستحق لك انت اكثر من اي حد الحمد لله ربي يعاون ربي يعاون ان شاء الله رجعت عليه ولا بجد بجد رجعت عليه ان شاء الله ربي يستر ان شاء الله بارك الله فيك